Salam alaikum les élèves de la première année du baccalauréat, comme prof Samad, prof de français. Pour nous, les gens qui connaissent, nous sommes les écoles qui sont dans cette année, en particulier les cours de langue française pour nous, l'année de la baccalauréat, la préparation de l'examen régional. Nous allons vous dire que cette année, nous allons être dans les écoles, nous allons être dans le Sultan, dans le Falah, اللي كاينه اون فاس مع قصاريه عزيزه في الزنقه اللي اون فاس مع قصاريه عزيزه غنكون عاوتاني في عين الشوق في حي الاسره بالضبط في ايكول جيل النهضه اللي كاينه حدا كافي روما غنكون عاوتاني في البرنوصي بالنسبه للناس اللي هما كيسكنوا قراب البرنوصي غادي نكون حدا مسجد طريق في الزنقه اللي فيها فارماسي طريق المركز سميتو مركز النجاح بالنسبه لوليدات سيدي عثمان ومبروكه والبلديه فانا كاين عاوتاني في سيدي عثمان حدا كافي الحوزيه ولا حدا كافي الجوار الزرقاء وحده جامع بالقاضي ليكول سميتها ايكول الواحه بالنسبه لوليدات حي الفلاح غادي يلقاوني في رساله الحياه مجموعه مدارس رساله الحياه اللي كاينه حدا الجامع ديال حي الفلاح اللي كاين في وسط حي الفلاح اللي كاين ورا سينما الفلاح وليدات اناسيه من الممكن انهم يلقاوني مركز الامان في حي الامان في الشارع اللي كيهبط الازهر فمرحبا بكم معنا غادي نبداو ان شاء الله تعالى في سعود شوتنبير يعني 2 سعود شوتنبير غيكونوا بديين اللي كل اللي بغى يعرف معلومات اكثر يقدر يكونتاكتيني في النيميرو اللي غتلقاو في لا ديسكريبسيون